65 سنة مرت على التحاق خالتي فاطمة بصفوف جيش التحرير الوطني، وعمرها أنذاك لم يتعدى 15. السنوات الست التي قضتها في الجبال، ذكرياتها وأدق تفاصيلها لا تزال راسخة في ذاكرتها. كي مشيت كنت ما ندير والو، كنت دابور كنت صغيره، وبصح نقول لك كاين الراتيساج ولا كاين كروشاج، راني مع المجاهدين، نهرب كيما يهربون، نجري كيما يجريو، ما عندناش يعني خدمه خاصه بوغ هذاك الوقت. حتى نهار تعلمنا نديرو فرمليات، علمونا كيفاش نديرو لي باسمون لي بيكيور، نخيطو لي بلي. هذه هي بعثوني من لا ولايه 3، نروح لتونس وما حبيتش، قعدت في لا ولايه 2، واللي خلاني كريم بالقسم الله يرحمه. واش قال لهم؟ قال لهم كي حبت تموت على بلادها خليها، بين عينينا غير الجزائر تسقل. الحمد لله استقلت. عشقها للجزائر وشجاعتها جعلاها تصمد وتضحي بكل شيء من أجل طرد المستعمر واستنشاق هواء الحرية من جديد. على باليش ولا تعتبت ولا ما تعتبت ولا جرى دمي ولا ما جرى، المهم استقلت الجزائر، باسكو التراث تاعنا وحدها ماشي كيما ما زيدش تكون تراث واحد اخرى ولا قرة واحد اخرى كي تاعنا، ملكزم ما كانش هذيك الاخوه وهذيك الحناوه وهذاك الايمان وهذاك الشجاعه وهذاك ما كانش، ما سيتي ايماجينال ما كانش. مثيلات هذه المجاهدة كثيرات، تمسكن بالوطن وبرهن أنهن قادرات على محاربة الاستعمار ببسالة، فكان لهن الفضل في استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية وجعل ثورة الفاتح نوفمبر واحدة من بين أعظم ثورات العالم.